التعليم مش مجرد ان انا اعدي صافي الترم ده او حتى ان انا اجيب درجه عاليه، التعليم هو ان انا افهم ايه المشكله، ايه اللي حصل، ايه التفاصيل بتاعت المشكله دي، ازاي حصلت والناس ازاي بدات تدور على حل ليها. وده مش هيحصل الا بالريسيرش، وبمجرد ان انا اعرف تفاصيل المشكله وازاي حلها ده هيساعدني في ان انا اعرف اهتماماتي وهيساعدني في اختيار مجال عملي المستقبلي.